هلا والله. اليوم جبنا لكم حلقة 5 أشياء أصعب تروفيات البلاتينوم في الألعاب، لدرجة أنها جننت المحترفين وبعضهم شبه مستحيل أنك تجيبهم من صعوبتها. لكن قبل ما نبدأ لا تنسون تزور اللايك واشتركوا بالقناة، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة فيفا وورلد كاب 2014، وتعتبر الإصدار الخاص لكأس العالم في سلسلة ألعاب فيفا المعروفة. وصعوبة التروفيات هنا أنها تكون في طور الأونلاين، لازم اللاعب يفوز في الدوري 5 مرات في أونلاين، وكل فوزة تتطلب من أن اللاعب يفوز أقل شيء 5 من أصل 7 مباريات. وفي تروفي ثاني هو won the FIFA World Cup، تتطلب أن اللاعب يفوز بكأس العالم في الأونلاين بفريق يكون قوته 0.5 نجمة أو 1.5 نجمة، يعني 1.5 نجمة، ويعني الفريق بيكون ضعيف جدا جدا، وبالتالي شبه مستحيل أنك تفوز في الأونلاين على فرق قوية. ثاني لعبة معانا هي لعبة ميرورز إيدج، تعتبر لعبة خليط بين ألعاب بلاتفورمر وألعاب التصويب المنظور الأول، تعتمد على السرعة والمرونة وردة الفعل في التنقل بين المرحلة من نقطة البداية إلى النهاية. صعوبة بلاتنوم تكمن فيها في طور التايم ترايل، واللي يفتح لك بعد ما تنهي القصة الأساسية للعبة، وفيها لازم تنتقل من نقطة البداية إلى نقطة النهاية في المراحل اللعبة اللي أنت لعبتها قبل، لكن هالمرة بيكون في وقت زمني قصير جدا، وهي تكون متنوعة ومتناثرة في المراحل. والاستحالة تكمن في أنك تحتاج يكون عندك ردة فعل ودقة في التحكم عالية جدا عشان تقدر تنهي المراحل كلها وتجيب بلات فيها. ثالث لعبة معانا هي لعبة فانكوش من تطوير بلاتنوم جيمز، تعتبر لعبة أكشن وقتال تصويب سريعة جدا، وتكمل استحالة أن تروفياتها تطلب منك حاجات مجنونة، مثل أنك تنهي اللعبة على أصعب مستوى من غير ما تموت ولا موتة. وغير كذا في تحديات موجودة في اللعبة، بعضهم شبه مستحيل تنهيهم، مثل في تحدي يكون حولك أعداء كثار جدا وكل واحد يقتلك بضربة واحدة، ولازم تفوز عليهم كلهم من غير ما يلمسونك. صعب جدا، خصوصا أن بعضهم عندهم قاذفات صواريخ، ولازم تكون ما توقف وتبعد عن كل طلقات وتقتلهم. رابع لعبة معانا هي لعبة وايب أوت اتش دي، تعتبر لعبة سباقات بمركبات سريعة جدا في مضامير مختلفة. تكمل استحالة في تروفي البلات ان في تحديات شبه او يمكن مستحيلة، مثل التروفي بيت زيكو واللي خليك تحاول تحطم رقم زيكو القياسي في اللعبة في مضمار انولفا باس، وتروفي اليت كامبين ليجند واللي طلب منك انك تحاول تجيب ميدالية ذهبية في كل سباق على صعوبة الاليت، وهذا شيء جدا 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 صعب. اخر لعبة معانا فيها البلات شبه مستحيل هي لعبة ديمون سولز، وهي من تطوير فروم سوفتوير المعروفة، وتعتبر اللعبة اللي بدأت أسلوب السولز من تطوير الأسطورة ميازاكي. كثير من الناس يعتبر ديمون سولز من أصعب ألعاب بلايستيشن 3 والأصعب بالتاريخ حتى. اللعبة تعتبر أول محاولة لميازاكي بتقديم أسلوب اللعب الجديد فيها اللي هو أسلوب السولز، وفيها كثير من المشاكل في التحكم والكاميرا أو وزنية اللعب من ناحية الضرر من الأعداء والصعوبة في مواجهتهم. بس اللي يخلي اللعبة شبه مستحيل تجيب البلات فيها هي تروفيين، تروفي اسمه روك تروفي، وتروفي اسمه ماستر سلاشرز تروفي. الماستر سلاشر تروفي يطلب منك انك تطور سلاح الى اعلى ليفل تقدر عليه باستخدام حجارة البليد ستون، واللي يخلي تروفي شبه مستحيل هون الحجر الاخير بيور بليد ستون، ما تقدر تحصله الا من وحشين في اللعبة كلها، ونسبة انه يطيح لك هذا الحجر هي 0.05%، يعني راح ترجع كل شوي تقتل العدو الى ان يطيح لك الايتم هذا، وهذا شيء سبب مستحيل لدرجة ان في ناس في الانترنت حطوا ان قالوا ان شخص جلس 8 سنين يلعب اللعبة وكل يوم يروح يذبح لك هذا الوحش وما طاح للايتم الى اليوم. على طول يموت جاء الروك تروفي، يطلب منك تجمع كل الخواتم في اللعبة، بس اللي خلي تروفي هذا شبه مستحيل هو خاتمين، الفريندز رينج والفوز رينج. اوكي، قبل ما اشرح لكم ليش هذا الخاتمين يعتبرون شبه مستحيل، لازم اشرح لكم نظام الابيض الخالص والاسود الداكن في اللعبة. هذه الجملتين راح اذكرها كثير قدام الحين. اللعبة فيها 5 عوالم، وكل عالم له 3 درجات الوان، اسود داكن، بعدين لون طبيعي، وبعدين اللون الأبيض الخالص. فكرة الألوان أنها تغير أحداث في العالم،
مثل ان تفتح طرق جديده كانت مقفله، مثل باب يكون مغلق لكنه ينفتح لما يتغير لون العالم الى الاسود الداكن او الابيض الخالص، وايضا ظهور شخصيات تسمى بلاك فانتوم في العالم. وتتم تغيير لون العوالم عن طريق فعل حاجات في اللعبه، مثل لو مت كثير في المرحله وانت متحول انسان راح يتحول اللون الاسود الداكن، واذا قتلت الثلاث زعماء في مرحله من غير ما تطلع منها راح تتحول للابيض الخالص. في طرق ثانيه تقدر تستخدمها بس هذه اسهلها. وغير تحول الوان العوالم، في لون تمثال الشخصيه نفسها اللي شخصيتك انت، تتغير من اسود داكن الى ابيض خالص. عشان تحولها للاسود الداكن لازم تقتل شخصيات كمبيوتر يساعدونك في اللعبه، مثل بياعين، ولما تقتلهم كلهم يصير لونك اسود داكن. اما كيف تتحول لونك للابيض الخالص راح اقول لكم عنها بعد شوي لما نوصل للنقطه هذه. لكن الان ابيكم تعرفون حاجه جدا مهمه، مستحيل لونك يتحول من الاسود الداكن وبعدها الى الابيض الخالص في جلسه لعب واحده، يعني في جيم واحد، الا اذا كنت فعلا تعرف وش تسوي من البدايه الى النهايه من غير غلطه واحده، وهذا جدا 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 صعب. يعني تحتاج نيو جيم بلس بحيث انك تخلص الجيم بعدين تروح الجيم الثاني وتكمل الخطوات. عشان تجيب خاتم الفوز رينج لازم يتحول لونك الى الاسود الداكن اول شيء، بعدها راح تطلع لك شخصيه تعطيك مهمات اغتيال خمس شخصيات كمبيوتر واحد ورا الثاني، وبعد ما تقتل اخر شخصيه راح تعطيك الخاتم فوز رينج، وبعدها تهجم عليك عشان تقتلك. وعشان تجيب الخاتم الفريندز رينج لازم تحول لونك الى الابيض الخالص، وما في غير طريقه واحده في اللعبه هي انك تحول لونك الابيض الخالص، هي انك تقتل في كل عالم اثناء تحول العالم الى الاسود الداكن خمس شخصيات كمبيوتر قويه جدا اسمها بلاك فانتوم. ونسيت اقول لكم ان لما العالم يتحول اسود تصير اللعبه اصعب في هذا العالم من ناحيه الضرر اللي يجيك وحاجات كثيره ثانيه. الحين اسمحوا لي اني احطمكم، لنفرض انك لعبت وسويت كل شيء عشان توصل لخاتم الفوز رينج وصار لونك اسود قاتم. عشان تتحول الابيض الخالص تحتاج 10 نقاط، ولازم تقتل 5 بلاك فانتوم في كل لعبة، وكل بلاك فانتوم راح يعطيك نقطة إيجابية واحدة، يعني في اللعبة الواحدة راح فقط يعطونك 5 نقاط وانت تحتاج 10. عشان توصل الأبيض الخالص من الأسود الداكن لازم تنهي اللعبة 3 مرات متتالية ورا بعض، وكل مرة تزيد صعوبة اللعبة أكثر. بعد ما تنهي اللعبة 3 مرات ورا بعض وتقتل الفانتومز 10 مرات مرتين لكل واحد ويصير لونك أبيض خالص، تروح تكلم شخص في اللعبة وهو اللي بيعطيك الفريندز رينج. ولكم تتخيلون ردة فعلي لما أنا سويت هذا الشيء وقدرت أجيب الفريندز رينج وطلع لي التروفي اللي تشوفونه قدامكم. صارت! صارت! خلاص جبته! جبت بلاتنم اتوقع! جبته! هذا الاول؟ جبت بلاتنم حق دارك سولز! سمعتوا كيف؟ عرفت ليش انا كنت مرة فرحان وتحمس؟ لانه فعلا تحبت عشان طلع هذا التروفي، خصوصا اني غلطت غلطة. في فانتوم البلاك فانتوم تذبحهم عشان تطلع منهم النقطة هذه، ما تقدر تذبحهم بسحر، ولا تقدر تذبحهم بسم، ولا تقدر تذبحهم انهم يطيحون. انا في المرة الاولى ذبحتهم عن طريق سحر جدا قوي في اللعبة، وعشان كذا ما حسبوا لي انه نقطة ايجابية وما تغير لوني، فاضطريت اني اعيد اللعبة مرة ثانية من البداية. سامحوني طولت عليكم، بس حبيت اشرح لكم بشكل بسيط عشان تعيشون اللحظة اللي عشتها وتحسون المعاناة اللي يعني حسيت فيها لما طلعت بلات في ديمون سولز، وليش انا شخصيا اعتبرها اصعب بلات جبتها بحياتي. وهذه كانت الخمس العاب، اعطونا رايكم فيها. مثل ما تعرفون انا شخصيا جبت البلات حق ديمون سولز، وايضا جبت البلات في لعبة ميروز ايتش. انتم ايش البلات اللي قدرتوا تجيبونهم من هذه الالعاب اللي ذكرتها؟ اكتبوا تحت في التعليقات. كان معكم هذا الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.